عودي معكم للمتابعة كمان، بعدني بانتظار كل تواصل كل الكومنتس اللي عم تبعتوا لنا اياهم على سؤالنا هل بتخالفوا اذا اضطريتوا بالنسبه لقوانين السير. بعد شوي رح نقرا بعض الكومنتس، اما هلا رح ننتقل لعند كارلا خفيف نضيف. موضوعنا اليوم هو الحميه الغذائيه الصحيحه، لازم تختاروها وما تخربطوا. صباح الخير. صباح الخير جوزيف. اليوم موضوع بفتكر كثير بحبه جوزيف، وهو تحديدا بدنا نجرب نكون نحن كل واحد منا يكون اختصاصي تغذية. صحيح. كيف يعني؟ على القليل يجرب يقدر يعرف بين اذا حدا عطى نظام غذائي منحف، نعم، او ان كان راح عند شخص معين عند اختصاصي، او جارته عطته، او عادة بتصير او بيقروا عن الانترنت. بدنا نجرب اليوم نشوف كيف فينا نفكك الانظمة الغذائية، شو هي الامور اللي لازم نطلع عليها لحتى نعرف اذا هالشي مناسب لنا او لا. اهم شيء جوزيف يلي دايما بقوله قد ما بدك بقوله، هو انه لننجح او النظام الناجح هو اللي بيساعدك تخسر وزن على المدى الطويل. صحيح. مش بس لفتره وجيزه. هي من الاساسيات، هي صرنا قايلينها كثير مرات. وطبعا اجمالا يعني وقت نحن نفكر انه انا بدي اخسر من وزني، هي مش بس نطلع على هالهدف الوحيد اللي هو انا بدي اخسر من وزني، انا بتطلع على الصحه عامة يعني. نعم. صحة الإنسان بالمجمل هي اللي لازم تكون بالهدف الأساسي، مش أنا بدي أضعف وزن. أهم شيء يكون عندنا نحن هدفنا أنه نخسر وزننا، صحيح، بس لهدف أنه نكون بصحة أفضل. نعم. بقى من هيك شو هن الأمور اللي لازم نطلع عليها؟ أهم شيء منبلش منقول أنه إذا من الأول ما في عنا بالنظام المنحف اي شيء بيعلمنا انه كيف نحن نحافظ على الوزن اللي خسرناه، من الاول النظام خاسر للكم. للكم يعني انا قبل ما بلش اقول انه هل هالشيء بيخليني اخسر من وزني، لازم اشوف هل هالنظام في اسس، في طريقه تعلمني انه انا حافظ على هالوزن يعني اللي خسرته. المينتنس، صحيح. لا. حفاظ الوزن. الشغله الثانيه اللي هي كثير مهمه، وهذه لسوء الحظ كثير عم بسمعها جوزيف، حتى بعض الاختصاصيين بسمعهم عم بيقولوها او بيخبروني بعض الاشخاص انه اختصاصي قال لي انه ما لازم اعمل سبار انا وعم بعمل نظام منحف، وهيدا كثير غلط، لانه اهم شيء نحن نفرجي او النظام يعلمنا كيف طبعا نطور عاداتنا الغذائيه، بس كمان عم يبينوا معنا اصلا على الهواء كل هالامور لازم يدونون، بس كمان لازم ينتبهوا كيف يمارسوا الرياضة. يعني أنا بتعلم أو بشوف شو الأمور اللي لازم أكلها، بس بنفس الوقت كيف مارس رياضة جسدية لحتى أخسر من وزني. نعم. كمان الشيء اللي كتير مهم أنه يكون في تواصل دائم مع الشخص اللي عم بيساعدك أنه تخسر من وزنك، يعني لازم يكون في اتصالات، لازم يكون في منسميها نحن فولو أب، أو ما يعرف بمراجعة الاختصاصي. من هيك الورقة اي اللي انت بتاخدها من شخص تاني ما رح تفيدك، لانه بالنهايه انت بدك تشوف شو يلي بناسبك لك، وبدك تسال سؤالات خاصه فيك، يعني مثل اللي عم يوصف دواء فادوا لحدا تاني، يعني لحدا بده ما يرجع للطبيب. بس مثل ما عم بتقولي كمان في بعض الحميات الغذائيه بتمشي على اشخاص وعلى اشخاص تاني ما بتمشي، يعني مثل البروتين دايت. مزبط. يعني فيكي في يمشي على اشخاص، وانا بعرف اشخاص ثانيين ما قدروا يخسروا ولا جرام من مشان هيك دائما نحن بنقول كل هلا ممكن التوب اللي انا لبسته يلبق على كثير من الاشخاص، بس يمكن بيلبق لي لالي اكثر من غيري، هذا الشيء سخيف. كيف بقى انت عم تحكي عن طريق او نظام بدك تتبعه لا خاص لك، لعاداتك انت، للاشياء اللي بتحبها، لحالتك الصحيه، لهيدي مختلفه جدا من شخص للثاني. واهم من هيك جوزيف،
تكوينة جسمك، يعني قدي جسمك بيحرق طاقة، قدي في عندك عضل، قدي عندك دهن، قدي عمرك، إذا أنت سيد أو سيدة، يعني كل هالأمور بتدخل بالوضع. وكتير مهم كمان أنه هالنظام ما يوعدنا وعود كتير خيالية، يعني إجمالا ليكون منطقي. الواحد لازم يكون عم بيخسر بين نص كيلو لاتنين كيلو بالأسبوع مش أكتر. ممكن في أشخاص بيقدروا يخسروا اتنين أوقات تلاتة كيلو بالأسبوع بس لفترة وجيزة، يعني في أشخاص ضعفوا 3 كيلو حتى ولو كان النظام معتدل وفي اكل كثير، او اذا كان في زياده وزن مش عاديه، يعني هون بيخسروا 2 3 كيلو. صح، وقت يكون زياده وزن كثير عاليه. وبعدين في اشخاص مثلا بيشربوا كميه هائله من الكحول، يمكن ما بياكلوا اكثر من غيرهم، بس الكالوريز بكل شيء مشروب ان كان كحول او مشروبات محلات، هيدي لحالها اذا وقفتها انت ممكن انه تخسر بالنهار يمكن او بالاسبوع مثل ما قلنا. حتى لو الكحول كانت مصنعه بطريقه ما فيها سكر، ما هي المشكلة بالكحول جوزيف، هي الكحول اللي بتعطي كالوريز، يعني انت بدك تحسب كل جرام من الأطعمة النشوية بتعطيك 4 كيلو كالوريز، الجرام من الدهون 9 كيلو كالوريز، جرام من الكحول 7 كيلو كالوريز، يعني أوكي. حتى الكحول انت عم تحسب انه النشويات اللي بالكحول تحولت، يعني صار في فرمنتاسيون وتحولت لكحول. قديش عندك فكره كمان في كتاب انا قريته اسمه جو مانج دونك جو ميغري، يعني باكل بس بضعف، تقريتي؟ وهو بيقول انه نص قنينة واين اللي هو عامله حدا فرنساوي، بتعرفي قد بفرنسا مشهورين بيشربوا واين بيد، يعني إذا تاخد مع الأكل نص قنينة بالنهار ما بتزيد ولا جرام إذا كان عم يتاخد نظام غذائي سليم. هلا أنا ما بدي أعلق على هيدا النظام يلي هو اللي عم تحكي عنه، بس أنا بالمطلق بدي أقول نص قنينة تمبيد بنهار كتير هيدا مؤذي للصحة بغض النظر إذا بتزيد الوزن أو لا. ما نحن للأشخاص يلي بتحتسل تشرب الكحول ما لازم للرجال ياخذوا اكثر من كاسين، مثلا اذا بيد الكاس اللي هو 150 مللتر يعني الكاس العادي، ولا السيدات مش اكثر من كاس واحد باليوم. اذا عم تاخذ نص قنينه يعني تقريبا قطعت ثلاثه اذا قلنا. كمان بالاخر بس بدنا نقول انه في كمان انظمه غذائيه تعتمد على السعرات الحراريه الكثير قليله، يعني اقل من 1000 كالوري بالنهار، حوالي 800. هيدي الانظمه الغذائيه جوزيف ما فينا ناخذها من دون ما يكون في عندنا مراقبه طبيه كثير محددة، يعني بده يصير في زيارة الطبيب أكثر من مرة بالشهر، بده في فحوصات دم أو تحاليل لازم تنعمل، بعض الأوقات كمان بينطلب على القليلة مرة بالشهر تخطيط قلب، لأنه وقت يكون هالقد الأكل قليل ممكن عضلة القلب تضعف، وسبق وشفنا بحالات كثيرة باختصاصنا أشخاص تبعوا هالأنظمة الكتير قليلة بالسعرات الحرارية ولسوء الحظ هالشي أدى لوفاتهم، لأن صار في عندهم ضعفت كتير عضلة القلب وصار في وحكما يعني وقت يتوقف هالنظام الغذائي ويرجع الواحد يأكل ولو بشكل معتدل رح يرجع يسترد الوزن. نرجع لكن نرجع نقول بنفس الحكي اللي حكيناه قبل أنه بدنا ننتبه إذا نحن من الأول ما عم نتعلم نغير بعاداتنا الغذائية، كونوا أكيدين أنه بدنا ننجح يمكن نخسر بالوزن اللي عنا إياه بس لفترة وجيزة، وبدنا نرجع ناخد كل الوزن يلي خسرناه. وبعتقد إذا هلأ سألت سؤال أنت على الفيسبوك كم واحد من الأشخاص اللي عم بيحضرونا حاولوا يخسروا من وزنهم نجحوا ورجعوا ردوا وزنهم، بفتكر بيطلع لنا 99.9%. بس قبل ما نخلص جوزيف كتير مهم وهيدي هلا كمان لازم نشوفها على الشاشة قدامنا، ننتبه من الادعاءات الخاطئة. والادعاءات الخاطئة كثيرة، واي ادعاء من هالادعاءات دغري بيقول لك جوزيف انه هالنظام ابتعد عنه وهروب وقتها تشوفه، يعني اول ما يقول لك اخسر وزن من دون رياضة كمان ما تصدق، لانه اذا ما عملنا رياضة مثل ما قلنا قبل بوقت دغري بيرجع
بيزيد الوزن. في كتير أشخاص بيقولوا كل قد ما بدك من طعام معين، قد ما بدك كل وشرب، مثلا أنت عم تشرب عم تحكي عن المبيد وبتخسر بتخسر من وزنك، مثل مثلا كمان أوقات البروتين دايت مثل ما أنت عم بتقول أو الأتكنز دايت، هو بينصح بيقدر الواحد يأكل كمية هائلة من الدهون ومن البروتين. يعني هي بتأثر طبعا سلبا على أماكن تاني، بس في كمان في كربوهيدرات أجوجو في عندك هلأ بلبنان، في أخصائية تغذية بيعطوا كربوهيدرات مش أجوجو بس بيعطوا كميات كبيرة من النشويات. يعني كمان هالأمور اللي بس هيك بدنا نقولها مع احترام الكل طبعا، انه وقتها تحسوها ما فيها منطق، يعني مش مزبوط، يعني بالنهاية بس الواحد هيك يفكر منطقيا انه هالامور اللي عم نسمعها مش صحيحة ولا ممكن تكون صحيحة. اول ما نحس انه شيء غريب وصعب او يمكن يهجو هالمعجزة، قولوا اكيد انه مش مزبوط، لانه منه مزبوط. ما في شيء لحد يتهلأ من هالاخبار والاشاعات تبين انه مظبوط. مثلا خسارة 20 كيلو بشهر، طب كيف يعني؟ كيف يعني بدك تخسر 20 كيلو بشهر؟ حتى الأشخاص اللي بيخضعوا لعملية جراحية بتصغر لهم معدتهم ما بيخسروا 20 كيلو بشهر، يمكن بس بيخسروا 10 كيلو بشهر، لا طبعا بعد العملية بيكونوا على السوائل. في دراسات سويدية كمان كنت عم بقرا عنها بتقول إنه خسارة الوزن واسترداده بشكل مستمر هي بتأدي وبصير في عندك نسبة كبيرة من الإصابة بأمراض سرطانية وأمراض قلب. ممكن كمان أمراض القلب أكيد، أمراض السرطانية منا أكيدة، بس كله ممكن. واهم شيء كمان جوزيف، كثير بنسمع انه هيدا النظام بيساعدك تخسر وزن من اماكن معينه من جسمك، يعني مثلا من الورك، من البطن، من ما بعرف من هو اكثر شيء ايش بيخسروا 20 كيلو من الراس فيفا يخسروا من بس مش ليكون عندهم وقيه اما يخسروا 20 كيلو هو هالاشخاص خاص يمكن يلي بيصدقوا منخاف كمان على على ذهنهم وقديش الواحد لازم يكون طبعا بس مثل ما عم تقولي في مصادر اوقات او مراجع بنروح عليها وبنقراها يعني بنحسها انه موثوق فيها، هي بتكون مخبيه ورا شعره صغيره انه مزبوط. بتودي فينا للهلاك. مزبوط. واهم شيء جوزيف انه الناس بتحب تصدق الاشياء الغريبه، يعني قديش انا سخيف قول لشخص يعني بدل الرغيف بدك تاكل نص رغيف، بدك تمشي نص ساعه بالنهار، بدك تجرب ما تاخذ مشروبات غازيه، ما تاكل بطاطا مقليه، خفف من المعجنات، طب هيدا شيء سخيف انا عم بقول له اياه. بينما اذا قلت له هيدي الخلطه خلط فيها هالانواع من الخضار، اشرب مي كل نهار وبس هالخلطه وبتضعف 10 كيلو بالشهر، طب اي هيك بتحسوا واو انه الواحد بحب يصدقه اكيد الاخبار السخيفه، بس بعتقد انه الناس صارت تعرف صارت هيك تقدر تميز بين الصحمة والغلط، بس منضل نحنا منضل منقول بركي هالشي مزبوط، بصير الواحد بده يجرب، خاصة لسوء الحظ جوزيف انه كتير من الاوقات في انظمة غذائية بتروج لسيلبرتيز او مشاهير، ان كان من عالم السينما، من عالم الغناء، من المذيعين. وبيقنعوا الاشخاص. وكمان في كتير اوقات جارتي عملت هالرجيم وضعفت 15 كيلو، هيدا كمان بيأثر. بدنا ننتبه انه بالنهايه مثل ما قالت جوزيف اللي بيمشي علي ما بيمشي على غيري، وما بعرف انا اذا ضعفت 10 كيلو بالشهر شو رح يصير فيي. طيب نحن يعني بنطلب منك اذا فيك تجيبي لنا بعض المراجع، هلا طبعا انت مرجع وكتابك مرجع دائما بنقول، ولازم الواحد يكون عنده ثقافه بكل شغله عم ياكلها بالاكل والغذاء حتى يقدر يقوم بحميه غذائيه معينه للمدى الطويل. مزبوط. ويوصل للنتيجه المطلوبه. بقى كمان نطلب منك انه ما بعرف اذا شي يوم فينا ناخذ بعض المراجع اللي فينا نرجع لها اللي هي انترناشونال حتى الانسان كمان صحيح. يزيد ثقافته بالنسبه لهالموضوع. صحيح اكيد من كل بيت بركي من نعطي من مندلع بعض المواقع على الانترنت اللي هي تابعه على مثلا عندنا منظمه الصحه العالميه اللي دائما بتعطي اهم الدراسات والابحاث اللي بتتعلق بامور الصحه وتحديدا بامور التغذيه من ناحيه خساره الوزن او لا. في كمان مواقع
بتتبع لمنظمات أوروبية تعنى بالصحة، منظمات أمريكية، وطبعا في عنا موقع الجمعية اللبنانية للغذاء اللي هي اللاند، لبنانيز أسوسيشن فور نيوتريشن اند دايتاتكس LAND. كمان هيدا الويب سايت ممكن انه الكل يفوتوا عليه وياخذوا كثير من المعلومات الموثقه. ثانكيو لك كارلا، دائما نحن بانتظار مواضيع جديده معك طبعا ونستفيد من خبرتك بهالموضوع هيدا. لكن المشاهدين بقول لهم انه نحن مكملين معكم على الصباح. كارلا قديش بتخالفي قوانين السير؟ اذا اضطريتي بتخالفي؟ ما لا. اذا كنت مستعجله؟ اذا كان في شيء ارجانس؟ لا اكيد. بتخافي؟ بخاف. وبتمشي وبتعرفي قوانين السير الجديده هلا يلي رح تكون موجوده رح تمشي بالبلد؟ هلا هي قوانين صارمه رح تصير تشبه شوي القوانين العالميه مثلا لنشوف اذا يعني في شيء ما بعمل. يعني الدفتر في نقاط سود رح بتصير، رح تصير مبالغ الاشياء اللي نخصم نقاط، في رح يكون في مبالغ هائله وطائله انه الطال المخالف. كتار عم بيجاوبوني، انا بتشكركم. بس رح اقرا لورا لحد انه صباح الخير لك وللشيف، ليش مين منا ما بيخالف قوانين السير؟ نص العالم شاري الدفتر شريه، من وين بدها تعرف شو في قوانين او في شيء او شو هن القوانين؟ مزبوط يعني مزبوط. لازم هون كمان نشدد على الحصول على واصلا نرجع نتعرف على قوانين السير، لانه اي مثل ما عم تقول لورا يمكن في اشخاص ما عملوا الفحص لحتى. نعم، فحص السواقه انا مثل ما بتصور اللي عم بصير بالنافعه فحص شوي بلاقي ما بيشبه ابدا طرقات لبنان. على القليله بس بيتعلموا. اللي عم بيقدموا الفحص مجبورين يكونوا درسوا الكتيب وبيعرفوا شو هي القوانين. بريك قصير بعدها بنعود للمتابعه مع الشيف، خليكم معنا.